ودي حتى فبريكا. طيب هل ممكن أيمن في يوم من الأيام أن يدخل في مجال الإعلام، أن يقدم مثلا إحدى البرامج؟ ليش لا؟ لكن رسمي يعني مثلا فقرة رسمية، وهذا ما أحس مو جوي، مو جوك الضحك والطقطقة والسوالف، تجيبوني فقرة عفوية عاد قدام، أنا قدام وياكم، لكن رسمي وتعال وخلك رسمي مع، لا جوي ضحك وناس وعيش ريالة تصحيح معاه، يا سلام. أما رسمي لا والله إني ما واطئ. شوف انا دائما اتكلم عن موضوع الرسميه يا ايمن، دائما حتى عندي في السناب مرات اتكلم عنه، يوم من اجي ودي اتكلم اقول الرسميه بعض الاحيان تخلق حدود بينك وبين المحبين لك في بعض الامور، زين، والرسميه دائما ما هي زينه. لا يعني شيء جميل انك تكون يعني ما بيني وبين في بعض الاحيان. انا ايه يا مشعل أعاني من كثرة عدم الجدية، عدم الجدية. أعاني لدرجة إن بعض الأحيان يجيني باتصالات يهاوشوني، يا أخي خلك جدي لو مرة، ايه ما أقدر، كل حياتي ضحك، حياتي كلها ضحك، أحس حتى في بعض العالم يمكن ما يعتمدون علي بالجدية، يا سلام. هذه حياتي أنا، يا بحاول أجست، أنا حياتي كلها ضحك وناس، ما أعرف أصير جدي دوم. تدري ان هذا بالعكس، يعني هذا من حسن حظك على فكرة ان هذا الشيء موجود فيك، لان هذا الشيء يعني ممكن ما يؤثر عليك في سلبية، بالعكس هو يؤثر عليك في ايجابية. يعني يصنع يومك، يعني او على الاغلب على ما يقولون، انت تعرف شلون تصنع يومك بالضحك بالطقطقة بالوناسة بالامور هذه كلها، صح، عرفت؟ هذا جانب ايجابي على فكرة، ولا ابدا احنا نقول انه هو جانب سلبي. لا هو ايجابي لكن في نوع من السلبيه، نوع من السلبية لما انت تتكلم في بعض المواقف تكون في بعض تتطرق المواقف يكون سلبي، للإيجابية. في بعض ايه المواقف يكون سلبي، بالضبط، يعني لما يكون موقف جدا تحس انه رسمي، يعني مو رسمي، يعني يبي له جدية، ما يقدر يمسك نفسه ايمن، ما اقدر، لازم انه أم إني يسكت الجلسه كامله تلقاني ساكت، ايه ولا ان سولفت جبت العيد، ما اصير رسمي، فاغلب حتى الفقرات الرسميه تكون جالس ساكت. كانوا معي بالعيال في البرنامج يعني نفس اسلوبك، في بعضهم كانوا نفس اسلوبك، يعني ما تحسهم. شوف هي لفته جميله، يعني خلاص هذه كاريزما الانسان نفسه، خلاص انولدت مع هذا الانسان، وصعب ان الانسان انه يعني يقول انا لازم اكون جدي، انا لازم اكون. ممكن هذا الشيء لازم انك انت يعني على ما اقيل، اذا ما قدرت تمسك نفسك تسكت، ايه عرفت؟ اسكت، إيه. انت يعني هذا على ما اقيل مخرج سبعه، لازم ايوه انك تسكت. اي اذا شفت القعده خلاص رسميه سكت، على ما اجي، اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من زين. ذهب. طبعا اقدر اقول. لا والله جميل يا ايمن، بكل يا حالاتك، ان حبيبي كان انت وان كان اخوانك كلهم في البرنامج للامانه.